أنا محظوظة لأنني بدأت العمل قبل زمن يوتيوب والتيك توك، ولم يعد لمهنة التمثيل معنى بسبب مؤثري منصات التواصل الاجتماعي. هذا مش كلامنا. هذه تصريحات انتقدت بها النجمة الأمريكية جينيفر أنستون الشهرة السهلة والمبالغ فيها لكثير من المؤثرين والمحتوى الذي يقدمونه. أنستون عزت واعتبرت أن منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام ويوتيوب تضعف مهنة التمثيل وتقلل من مستوى المهنة بحسب وصفها. وخلال مقابلة مع مجلة فرايتي الأمريكية، اعتبرت الممثلة الأمريكية أنها محظوظة بأنها حظيت بفرصة العمل في قطاع التمثيل قبل وجود تلك المنصات. تصريحات جينيفر أنستون تسببت بأزمة وكانت لسان حال الكثير من النجوم والمسؤولين والمؤثرين الذين يقدمون محتوى يوصف بالقوي أو الهادف. والآن إلى مقارنة مثيرة حول عدد المتابعين مع لميس إبراهيم. الأرقام تقول أن مشاهير تيك توك يسبقون مشاهير آخرين على منصات أخرى لا سيما إنستغرام. فمثلاً يبلغ عدد متابعي الراقصة الأمريكية الشهيرة تشارلي دميو على إنستغرام أكثر من 138 مليون متابع، في حين لا يمتلك إيلون ماسك على إنستغرام إلا 3.1 مليون متابع. كذلك فإن صانع المحتوى السنغالي الشهير خابي لام يمتلك نحو 133 مليون متابع على تيك توك، بينما يتابع بيل جيتس في صفحة الرسمية على إنستغرام نحو 7.3 مليون متابع فقط. الهندي الشاب رياز علي يمتلك على منصة تيك توك أكثر من 48 مليون متابع، بينما تمتلك جينيفر أنستون على إنستغرام 40.6 مليون متابع. للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو صفاء سرور، صانعة محتوى وناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي. يسعد صباحك صفاء، منورتنا صباح العربية. عندك ملايين المتابعين خصوصا على إنستغرام، حدثينا عن المحتوى الذي تنشريه ولماذا باعتقادك الناس والجمهور تابعك ويحب يشوف المحتوى. أنا بنشر محتوى بين الجمال بيوتي، بحكي كمان عن صحة المجتمع، بحكي عن حملات بعملها مع ممكن دكاترة، ممكن مع other influencers، وبشارك حياتي مع الناس اللي بتابعون إن كان سفر أو إن كان تجارب. صفاء، احنا رح نحكي معك بكثير مواضيع، بس كمان بدنا نستقبل ضيفنا من الرياض استشاري نفسي أسامة النعيم. استاذ أسامة، اهلا بك معنا في صباح العربية وفي هذا الموضوع تحت عنوان Stop making stupid people famous، وكما أشارت إليه جينيفر أنستون. سيد أسامة، اليوم شو سر طبيعة النفس البشرية؟ ترى الملايين من المشاهدات والمتابعات لفيديو بلا هدف بعنوان فضيحة وغيره، في المقابل محتوى ومقابلة فيها محتوى وفيها معلومات، يعني ترى قلة تشاهدها، شو سر طبيعة النفس؟ صباح الخير عليكم جميعا، وصباحا خاص لمحمد سمير وللسودان اللي أنجبت محمد سمير، طبعا صباحا آخر لضيفتكم. أنا أعتقد أنه موضوع الأذواق هو موضوع شخصي، ومن الصعب على أي واحد أنه يقول هذا المحتوى تافه وغير تافه، لأنه ما دام في ناس رأته فمعناها في ناس ترغب بالاستمرار في رؤيته. لذلك إطلاق كلمة تافه على أي محتوى حتى لو اختلفنا معه قد تكون بعض الأحيان فيها إهانة لنا قبل ما تكون فيها إهانة للشخص الآخر. لكن أنا أتفق معكم أن الضغوط المجتمعية وتسارع الحياة تجعل الجيل معين الآن يسعى لمتابعة أشياء أقل حدة من اللي تنشر في الأخبار وفي وسائل التواصل العادية والنمطية. لكن هل في انخفاض في محتوى الرسالة التي تصل إلى آخرين؟ مع الأسف يمكن يكون كلامكم فيه بعض الصحة، لكن له ضغوطات وظروف نفسية إذا سمح الوقت راح نمر فيها واحدة. طيب دكتور، خليني أرجع لصفاء بهالنقاط اللي ذكرتها. صفاء، أنت خبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وتعرفي كيف تستقطبي الجمهور لحسابك، باعتقادك كيف نفرق إحنا بين المحتوى الهادف والمحتوى الضعيف، وشو الجيل اللي بيتابع حسابك تحديدا؟
أول شيء بدي أقول كتير سعيدة أنه موجودة مع دكتور أسامة، وتابعت كتير أشياء هو بيحكي فيها، وبصراحة كتير حبيت أنه دائما بيحاول أنه يناقش كل شيء بطريقة إيجابية. فبدي agree with him على هالبوينت، أنه فعلا كتير صعب أنك تحددي شو هو المحتوى اللي فينا نقول عنه تافه، شو هو المحتوى المنيح. وكتير صعب أنه نقول في موجة influencers عم بيقدموا مثلا محتوى تافه، لأنه في كتير أودينس كبير عم بيتابعون. ففيك تقولي الأودينس تافه، وإذا قلتي هذا الشيء فهذا هو مشكلة مجتمع، مش مشكلة influencers نفسه. صفا خلينا نوقف على كلمة influencers اللي أشرتي عليها. هون بتيجي المشكلة لدى كثيرين، أنه أنتم بتوصفوا حالكم كمؤثرين. اليوم أنا بدي توصفي لي أنت شو بتعتبري نفسك؟ هلأ أنا عندي كتير تحفظ على كلمة influencer بصراحة. بس هو term نحن بنستخدمه هون بالميدل إيست. هل معناته أنه مؤثر بناحية إيجابية، أن الناس تتأثر فيه تقتدي به؟ يعني هل ما يفعله مؤثرو السوشيال ميديا والإنفلونسرز كما يسمينه هم بيأثروا إيجابيا على الأشخاص؟ هلأ هي كلمة influence هو مؤثر، ما في بعد مؤثر إيجابي مؤثر سلبي أو أي شيء منها. أنا بحب أكثر الترم تبع صانع محتوى، وفي نقطة بعد صانع المحتوى، في صانع محتوى مسلي، في صانع محتوى مفيد، في صانع محتوى أشياء كتيرة. هلأ نحن كأشخاص قبل ما نكون influencers بنمر بكتير أشياء بنهارنا، أحياناً نضطر نشوف حدا بيقدم محتوى مسلي حتى نضيع هالعشر دقائق بعد شغلنا راجعين على البيت تعبانين، تابعنا هالإنفلونسر يلي بيسلينا بمطرح معين. إنفلونسر تاني ممكن يعطينا experiences نستفيد منه. فأنا شخصياً بعتبر الإنفلونسرز أو صانعين المحتوى يلي أنا بحب أكثر أقول عنه مؤثرين طريقة إيجابية. إذا في حدا سلبي أنت بتتابعي بليز أنفولو وما تخليه يأثر عليكي. إذا أثر بطريقة إيجابية، وهذا الشيء كمان حتى بحياتنا، في عنا أصدقائنا بيأثروا علينا بطريقة إيجابية، في عنا أصدقاء بطريقة سلبية، فليش نحن نعتبر هذا الانفلونسر بس لأنه على السوشيال ميديا هو مختلف؟ طيب نسأل الناس هم الأساس. طيب صفاء ودكتور أسامة، سألنا الناس في الشارع لماذا تحظى حسابات بعض المؤثرين من أصحاب المحتوى غير الهادف أو ما يوصف بالضعيف بملايين المتابعين وشاهد. بشكل عام الناس عندها حب الاستطلاع وعندها الفضول. هلا في يعني ناس مؤثرين، ناس ممكن الواحد يستفيد منهم، تابعوا. بالمقابل في ناس تافين. هلا ممكن في ناس بتابعوهم يشوفوا شو التفاهة اللي عندهم. هسه اللي بده ينشهر يصير تافه. اذا واحد عنده موهبه ما بينشهر، يصير تافه بينشهر. الناس تافهه بدها تتابع اخبار الناس والعالم، ما بهمها المحتوى ولا بهمها شيء، بس بهمها تتابع اخبار الناس وتشوف هاي ايش عملت وايش سوت عشان يصيروا يعني يقلوهم او هيك شيء. الناس صارت فاضيه، بنفس الوقت قله الاشغال مثلا بالبلد بتخلي الناس انه تحاول تلهي حالها باي شيء موجود. لانه الناس فاضيه، ما فيش عندها اهتمامات الصراحه، الاهتمامات يعني بطل في الناس عندها اهتمامات، فعشان هيك صارت تتابع هاي الشخصيات. يعني لما تملأ وقتها الناس مثلا بشيء مفيد، مثلا يتعلموا شيء مفيد، الصراحه بتصير تبطل تتابع هاي الشخصيات التافهه. في كميه كبيره من المتابعين على السوشيال ميديا يعتبروا صغار بالعمر وما بيعرفوا الشيء التافه من الشيء الكويس. طيب دكتور أسامة، يعني على عكسك أنت وصفاء واضح أنه الشارع ناقم على 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 صانعي المحتوى. طب أنا عندي سؤال، هناك بعض الناس، هناك بعض صانعي المحتوى مبدعين وينشروا يعني محتوى قوي وهادف والناس تحبهم وعندهم قبول، وفي ناس تانيين يعني تجمع الغالبية على أن محتواهم ضعيف لكن تابعهم، هل المشكلة في الناس اللي يتابعوا؟ هو مش بس من المشكلة في الناس، المشكلة في طريقة تقديم المحتوى. بعض الـ الـ أكيد أنتم بتتابعوا مأساة إيلون ماسك مع تويتر، وأنه يطالبهم أنه يكشفوا له الأرقام الحقيقية للحسابات الوهمية. بعض الحسابات قد تكون مش حقيقية وبعض الأرقام تكون مش حقيقية، وتعزز نظرة الآخر أنه هذا الشخص لديه متابعون فيحاولوا أنه يقلدوا المجموعة، وكلنا نحب نكون ضمن مجموعة. لذلك لما نشوف واحد عنده متابعين كثير نسعى أنه نكون زيهم فنتابع هذه الأشياء. أحب أذكرك أنه مستوى الانتباه عند الإنسان انخفض كثيرا، يعني الناس اللي من عمري كان مستوى الانخفاض 50 دقيقة ثم انخفض إلى 40 دقيقة. الآن مستوى الانتباه عند الإنسان وصل إلى 40 ثانية، وهذا اللي يبرر ليش منصات التواصل الاجتماعي الآن تسعى أن تكون الكليبات أقل من دقيقة واحدة عشان الناس لا تمل وتنتقل إلى شيء آخر. ثم خلي في بالك أنه في النهاية الأمر فيزياء، لكل فعل رد فعل. إحنا دائما نحاول
نحاول في هذه المحتويات أنه نضع معلومات كثيرة لجمهور معين، فهذا يترك جمهور آخر كبير جدا يبحث عن منصات ما فيها محتوى لمجرد أنه يشعر أنه هو معانا في هذه الرحلة. طيب صفا، اليوم انطلاقا من كلام وكل هذه المواضيع، هل أنت بتعتبري أنه كل ما زاد عدد اللايكس على صفحتك على إنستغرام مثلا وعدد الفولوورز معناته أنت صرتي مؤثرة أكثر؟ هل المسألة بالعدد مش بالنوعية؟ أكيد لا، لأنه بالمجتمع في شرائح كثيرة صح؟ فأنت حسب اللي عم تقدري تقدمي بخاطب شريحة معينة. في ناس بيحبوا أكثر مثلا إذا حدا عم بيتابع حدا على ستايله بحب الستايل الإليجنت صح؟ سو حيتابعوا هذا الشخص المعين. في ناس لا بحبوا الأشياء الأبسط أو الأشياء يلي أخف، ممكن يكون الأودينس تبعهم أكبر. فما بحس إنه الرقم هو فعلا ممكن يحدد قيمة المحتوى أو هو هدف للإنفلونسر، لأنه بالأخير هو مين أنت بدك يتابعك ومين بيشبهك يعني الأخير. طيب صفاء، أنا اللي لفتني من كلام الناس يقولوا يعني أجمعوا اللي بده يكون مشهور لازم يصير تافه. أنت كخبيرة في مواقع التواصل شو بتنصحي حتى يصير المحتوى هادف وقوي ومش تافه أو ضعيف؟ بصراحة يعني الناس يعني في كتير ناس تافهين بس أنا ما بيجذبوني أو ما بحب محتواهم. فبحس إذا بدي قيم حدا وقول عنه تافه وعم تابعه ممكن يعني تحضري؟ يعني لو ما بيجذبك ممكن هيك إيه ممكن إذا طلع لي بتوقف عنده بس ما بروح بعمل فالو وبشوف هذا الشخص شو عمل. فبالنسبة لي إنه الواحد يكون عن جد نفسه ويعمل الأشياء اللي هو بيحبها والناس حتتابعه نفس الشريحة اللي هو منه. طيب سؤال بعلم النفس لدكتور أسامة. دكتور أسامة، هل في توصيف لحالة الشخص اللي بده ينشر محتوى تافه يعني بين مزدوجين إن صحت تسميته فقط لجذب الاهتمام وجذب اللايكات والمتابعات؟ أعتقد أنت وصفتيه بأفضل طريقة ممكنة. بعض الأشخاص يسعى إلى الشهرة بأي طريقة. أنا أتفق معك أنه حتى لو كان هذا الشخص لديه محتوى جاد قد يتجه إلى المحتوى التافه إذا وجد تعزيزا لهذا الشيء. في النهاية هي عملية تغذية راجعة، أي سلوك إذا صار فيه تعزيز سيستمر وربما يصبح معدي برغم أنه هو مش فيروس، لكن السلوكيات معدية، وهذا اللي يخلي كثير من الناس يقلدوا أشخاص تافهون ويتنازلوا عن متابعة أشخاص أكثر جدية، لأنه يجد أنه في ناس بتتابعهم وبتقلدهم وتحاول أنه تأكد لهم أنه سلوكهم أثر في حياتهم. لا، يجب أن مثل ما قالت ضيفتكم يجب أن يكون في تعزيز لنقاوة وجمال ورصانة المحتوى، لكن مع الأسف أنت لا تستطيع السيطرة على كل المحتوى، وبالأخير لا تستطيع أن تسيطر على الذوق العام الذي يتابع هذا الشخص أو لا يتابعه. شكرا جزيلا لك دائما دكتور أسامة النعيمي على نصائحك، ونشكر الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي صفاء سرور، نورتينا يا صفاء، شكرا لك. شكرا لك صفاء.